صباح الخير مشاهدينا، منطل عليكم بحلقة جديدة ومنوعة من برنامجنا اون تايم. انا وزميلتي ماري العالم حبشي. بونجور ماري. صباح الخير سيدة، صباح كيفك الخير، اليوم؟ منيحة نشكر الله. يعني سعيدة أنا بالفعل اليوم بمشاركتك كمان بهالحلقة، يعني أكيد نحن على موعد مع فقرات متنوعة فينا نقولهم نعم للمشاهدين وضيوف مميزين. نعم اكيد. اليوم رح نبلش حلقتنا بكلمة روحية: ما دام في السماء من يحميك فليس على الأرض من يؤذيك. إشارة الصليب هي مختصر الديانة المسيحية، فيها منال بركة الله. ماري، قد ايه هالجملة لها معنى حلو وكبير وعظيم؟ بالفعل يعني عن جد يلي عم بتقوليه هو امر اساسي سيده، وكتير نحن مهم نعتمد، خليني اقول لك انا، هيدا النهج بحياتنا، لان نعم. هيدا الشيء نحن بجبلنا لالنا ببادئ الامر، يعني راحه خليني اقول وسلام نفسي. نعم، وإشارة الصليب قد ايه مهمة بحياتنا، يعني ما بعتقد في شخص مسيحي بيقدر يظهر من بيته وما دا يعمل إشارة الصليب. هي بتعطيكي قوة، بتعطيكي حماية، يعني بالفعل نحن بس نكون قاطعين بحيالله، يعني ظرف بحيالله بحياتنا حتى بمرحلة معينة أيام، يعني بأمور بسيطة سبحان الله، بس ترسمي يعني إشارة الصليب بتحسي بأمان، مظبوط، معك بتحسي حق، حالك سيف. مظبوط. بهالمناسبة بهالجمعة كان عنا عيدين مميزين، عيد مار شربيل وعيد مار الياس النبي إيليا، ينعاد على كل شخص اسمه الياس وشربيل، وإن شاء الله هالعيدين يحملوا معهم الخير والبركة لكل اللبنانيين. شو بتحبي تزيدي؟ بالفعل يعني انا كمان بعيد الكل، يعني ما في بيت سيده لبناني الا ما في الي وشربل، انا ابني اسمه شربل كمان. الله يخلي لك اياه. ميرسي حبيبتي، فانا بدي اقول يعني مر شربل اكيد ومر الياس يعني يحموا لبنان ويخففوا من معاناه شعبه يلي بالفعل يعني عم بيعاني، لانه نحن ما بيلبق لنا غير الحياه يعني، وخليني اقول انا ينوروا حكامنا كرمال يعني نبلش هيك بمرحلة النهوض يلي طاق لها يعني كل مواطن لبناني بهالبلد الموجوع، بس هالبلد هو بذات الوقت موجوع، بس حب الحياة وحب خليني أقول أنا كمان يعني المواجهة والاستمرار والعزيمة هو اللي بخلينا نحن دايما يعني نعيش ونكفي. مظبوط. وأكيد اللبناني هيدا الشيء يعني مشهود له ومش صعب عليه، فأنا بدي أتمنى للكل أكيد يعني أكيد عيد أكيد يكون هيك يعني مفعم بالأمل يا رب، ويعم كمان اكيد السلام، ما فينا ما يعني ما نذكر السلام، لانه عم نشوف مشاهد سيده مروعه ان كان بالوطن العربي وحتى بالعالم، بس يعني لا سيما اكيد بالوطن العربي. يا رب كمان هيك الله يهدي الجميع كرمال ننعم بسلام حقيقي وما بقى نشوف هيك مشاهد على التيفي. بدنا نشوف معك كمان في ترتيله مثل ما عرفت، هيك ترتيله روحيه كمان حلوه. هلا الصبح بتخلينا كلنا هيك نحس شوي كمان بهدوء وبراحة. قد ايه حلو سيدة بس الواحد يسمع ترتيل الصبح، قد ايه هيدا الشيء قد ما كان هيك حاسس بستريس بضغط الانسان عن جد يرتاح فيها. بالفعل خلينا طبعا نسمع لك انا الترتيلة. لا أخاف سوءا لي
يعني ترتيلة رائعة بالفعل، يعني عم نسمعها بكل تمعن وفرح. حنكفي هلأ المقدمة ببرنامج على الموعد ونشوف الطقس شو مخبي لنا، كيف حيكون بالأيام الجاية مع سيدة بفقرة وزر. طقس اليوم حار مش ويب قليل الغيوم، حرارته رح تتراوح على الساحل 28 درجة مئوية لتوصل ل 32 درجة، أما في المرتفعات رح تتراوح ما بين 30 درجة مئوية لتوصل ل 33 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة عالية 67% مع نسبة الرياح 24 كيلومتر بالساعة، وموج البحر مرتفع بالشمال تحديداً. اليوم كان عنا الشروق الساعة 5:45، وأما الغروب رح يكون الساعة 7:53. مشاهدينا، رح يكون نهار مشوب، قد ما فيكن تجنبوا الشمس بطاقة الظهر وكتروا من شرب الماء لتحافظوا على رطوبة جسمكن، وخلوا الأولاد يلبسوا الشابو ليحموا حالهم من أشعة الشمس. رح منكمل صبحيتنا ورح نروح عند ماري لنشوف شو مخبيت لنا من أخبار متفرقات. أخبار متنوعة وعديدة بفقرة متفرقات لليوم. الخبر الأول من منظمة أبعاد اللي أطلقت بالشراكة مع السفارتين الهولندية والنرويجية الرزمة التدريبية تحت عنوان تعزيز المهارات الحياتية لدى النساء والفتيات في أوقات الأزمات، وذلك في احتفال أقيم في فندق روتانا حضره حشد من ممثلي الوزارات المعنية ومنظمات أيضا المجتمع المدني بلبنان وهيئات أكاديمية ونقابية. وبحسب بيان لأبعاد، بتندرج هالرزمة ضمن برنامج بتنفذه المنظمة بدعم من السفارتين وكذلك منظمة المساعدة الكنسية النرويجية، وقد تم العمل عليه بعد إطلاق البرنامج من 7 سنوات، حيث تم رصد حاجات النساء بمختلف المناطق اللبنانية، خصوصا أكيد هذا الأمر صار نحن بنعرف يعني بفترة الكوفيد بانداميك، بفترة الحجر الصحي يلي كانت فترة طويلة، والأزمة الاقتصادية. وبناء على ذلك تم تطوير البرنامج التدريبي ليشمل 60 جلسة تدريبية تنفذ بمراكز منظمة أبعاد النموذجية بمختلف الأراضي اللبنانية، وبتحمل مضامين متنوعة أساس الدعم النفسي الاجتماعي وتمكين النساء المستفيدات والمنخرطات في الجلسات، مما بيميز هالبرنامج
البرنامج كمان، وبخليه كمان يعني يركز خلينا نقول على تمكين النساء اقتصاديا وتدريبهم وتشجيعهم على البدء بمشاريع اقتصادية صغيرة، بالإضافة لتقديم الدعم النفسي يلي منعرف نحن هو أساسي دايما عند أكيد كل امرأة وكل فرد، لأنه بيبقى أكيد يعني ضروري كرمال يحصن الإنسان ويهتم بذاته. الخبر الثاني المعي لليوم مختلف، من منطقة وبلدة الشمس زحلة يلي ضمن مهرجانات زحلة السياحية وتحت رعاية بلدية زحلة معلقة وتعناية اللي عم بتنظم حركة شباب الشرق. مهرجان صيف زحلة رح يصير الخميس 25 تموز ببارك جوزيف تامسكا في البلد الساعة 6 مساء، وبيستمر المعرض أيام الخميس والجمعة، عم نقول هون السبت والأحد 28، يعني عنا 25 26 27 28 تموز، عم نقول من الساعة 5 لحد منتصف الليل. يعني بدعي أكيد الجميع يتوافدوا ويزوروا أكيد هالبلدة الجميلة يلي دايما بتكون يعني نشيطة وحافلة، يعني لا سيما أكيد بفصل الصيف. خبر مختلف بس كمان يعني أكيد ضمن الندوات والمؤتمرات يلي دايما عم بتم تنظيمها، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عم بنظم ندوة تحت عنوان أفق وتحديات الاقتصاد الرقمي في لبنان مع دكتور نضال أبو زكي، هو مدير عام مجموعة أورينت بلانت. رح تتم هيدي الندوة نهار الأربعاء الساعة 12 ظهراً بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوسط بيروت. يعني ندوة مهمة جدا، والموضوع يعني هلا عم بيكون يعني موضوع خليني اقول انا العصر والساعة، الاقتصاد الرقمي بنعرف يعني سيدي كل شيء بالفعل، يعني الاي اي، ويعني صار يعني موضوع كتير مهم. عم نشوف ندوات ومؤتمرات يعني على مدار السنة بالفعل يعني بهيدا الموضوع. صحيح. فبدعي كمان اكيد لجميع كل الناس اللي بهمهم هذا الموضوع اكيد يحضروا الندوه. نوصل كمان هلا لاخر خبر لليوم معنا، يعني هو اكيد خبر لكل اهل الصحافه، لكل اهل الاعلام، ولكل المشاهدين يعني بغض النظر. هو اكيد الصوره والفيديو يلي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي للزميلة العزيزة وخليني أقول أنا الشهيدة الحية كريستينا عاصي. خلينا نشوف الشاشة مصورة وكالة فرانس بريس يلي عم تحمل الشعلة الأولمبية بفرنسا تكريما للصحفيين يلي سقطوا خلال أداء أعمال يعني، وسبق وأصيبت كريستينا يلي بتبلغ بس 29 سنة حرام. نعم، بقذيفة مدفعية إسرائيلية ب 13 تشرين الأول أكيد الماضي، بس كانت عم بتغطي الحرب على جنوب لبنان. يعني كلنا بنشد أكيد على إيدها، ويعني نحترم أكيد يعني أكيد خليني اقول يعني الشيء اللي تعرضت له هي وكثير من الزملاء، وللاسف يعني عرفنا كمان يعني وعم شفنا وبعده عم بيصير للاسف عم يسقط كثير من حتى الشهداء، يعني كانت هي وعصام عبد الله يعني الشهيد يلي دائما نحن بنوجه كمان تحيه لروحه، وبنقول دائما يعني الصحفيين يلي عم بيقوموا بعملهم سيدة، يعني عم بيقوموا بعملهم وعم بخاطره بكل موضوعية وعم بخاطره، يعني بس نشوف الأمور يلي عم يتعرضوا لها، يعني عن جد ما فينا إلا ما نحنا يعني نستنكر ونضم صوتنا لصوت كل إعلامي حر بيرفض أكيد كل هيدي التجاوزات يلي عم بتصير. لهون منكون وصلنا لنهاية فقرة متفرقات لليوم، بدنا نتوقف مع بريك صغير ونرجع معكم تنستقبل ضيوفنا لليوم، دقيقة ومنرجع لكم. مرحبا، 22 تموز، تذكار القديسة حاملة الطيب والمعادلة للرسل مريم المجدلية.
قيل أنها ولدت في مجدلة وهي قرية صغيرة لصيادي الأسماك على الضفة الغربية من بحيرة جنيسارت على بعد 5 كيلومترات من مدينة طبرية. عذبتها 7 شياطين حررها منها وشفاها الرب يسوع المسيح. كانت من أتباعه وخدمته في مسيرته على الأرض. هي التي وقفت تحت الصليب في الجلجثة مع والدة الإله. وبعد موت الرب يسوع زارت قبره 3 مرات. ثم عندما قام من الأموات عينته مرتين، مرة لوحدها وأخرى مع بقية حاملات الطيب. قيل في التراث أنها سافرت إلى روما وعرضت شكواها على الإمبراطور تيباريوس قيصر في شأن الظلم الذي ألحقه بيلاطس البنطي بيسوع. كذلك ورد أن مريم المجدلية بشرت بالكلمة في بلاد الغال أي فرنسا، ثم انتقلت إلى مصر وفينيقيا وسوريا وأماكن أخرى. وبعدما أمضت بعض الوقت في أورشليم انتقلت إلى أفسس حيث أنهت سعيها بنعمة الله. نقلت رفاتها إلى القسطنطينية بهمة الإمبراطور لوان السادس الحكيم. يذكر أن اليد اليمنى للقديسة اليوم هي في دير سيمونو براتس في جبل أثوس، وتخرج منها رائحة عطر جميلة. والله معكم. جربتوا شي مرة انتوا على تريدميل تغنوا وتطشوا الناس اللي حواليكم؟ تيست بدي احكي عنه اليوم، تيست مهضوم كتير، هو قادر يعطينا علامة معينة لكمية المجهود اللي نحن عم نعمله على تريدميل، حتى الدراسات حكيت عن فعاليته. وهيدي بتبلش من اذا انا ببساطة على تريدميل عم بحكي حديث طبيعي او عم غني غنية بكل سهولة، معناتها المجهود بعده كتير بسيط وخفيف ولازم زيده. اذا مثلا كفيت حديثي بس بلشت اخذ نفس بين جملة وجملة وبعدني قادر غني انا وعم باخذ نفس، صار يعتبر المستوى مودريت او متوسط. وقت يلي بوصل لمحل بلشت احكي مش جمل، كلمات، واخذ نفس اكثر بيناتهم وصار الغنى مستحيل، معناتها انا اعتبر بالماكسيم الافورت او المجهود يلي هو كتير عالي. واخر شيء اذا وصلت حالي لمحل بطلت قادر احكي ولا كلمه ونفسي صار كتير متقطع، معناتها انا صرت بالزون يلي هي كتير تعتبر قاسيه. وهون انا بترجع لإلي ولتقديري اذا لازم خفف او زيد على اساس الشيء اللي هلا حكيتون عليه، وكرمال زيد كل نتائج او بنفتس التمرين اللي انا بدي اياه. وما تنسوا غنوا، بس انا ما خصني هيدي الدراسات.